تبيع لنا واحدة؟ لا 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 ليش؟ حقاتي ابيع. طيب عطنا واحدة كذا. ها؟ عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجة انا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. اقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نخطوك في الشبر ده كذي. ايش هو الشبر؟ الغبر، بعدين في حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابها سير. طيب ايش رايك بالله فاخر لما انت صالح فيها؟ تحس ترتاح نفسيتك؟ الحلال؟ ايوه انت مش فيها يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. صح الله. مياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا اله الا الله. طيب بس عطنا واحده بس يا شيخ. يا شيخنا والله يديك الله يرحمه. زي السما للوطه. حطها في صندوق. زي السما للوطه. كيف زي السما للوطه؟ السما والوطه قريه اقرب بعض؟ لا. بس انا كان بديك نعجه. يا شيخ. والله. ليه؟ لو انا اديتك نعجه السمر والوطيه تنطبق سوا، تكون يعني اقرب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني، مستحيله من السمر والوطيه تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200 الف. يا شيخ. والله رب الكعبه. 200 الف ما اعطيك له. ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك، ما راح نعلم احنا. ها؟ الله الله، ما تشوفني؟ انا اشوفك سبحان الله. خلاص. بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبنا ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشياء، فقال انا مملوك ومؤتمن، انا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه قل للمالك اكلها الذئب، فقال رويع الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا اقول لله، ماذا اقول لله ان قلت للمالك اكلها الذئب، فماذا اقول لله، ماذا اقول اذا نطقت الجوارح والاركان. فبكى ابن عمر وارسل اليه من يعتقه وقال له كلمه اعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.